ومن لندن إلى لبنان الذي شهد العديد من الحروب والتي أثرت بشكل بارز على دور السينما وخاصة في جنوب البلد. في التقرير التالي نرصد بعض محاولات الشباب لإصلاح دور السينما في لبنان. نافذة التذاكر مكسورة وجدار المعلومات بدون معلومات. هنا سينما ريفولي الذي تقع في سور وبنيت عام 1952، كانت من أهم المراكز الثقافية في المدينة. إذا فينا نقول فترة الخمسينات والستينات للسبعينات حتى لنص الثمانينات كانت السينمايات هي عصر الذهبي، يعني كانت الناس تيجي من الضياع من القرى من المخيمات تيجي تحضر سينما، يعني هذا الشيء الأساسي، هذه ثقافة حياة كان بالنسبة للعالم إنه تيجي على السينما. اندلعت الحرب اللبنانية الإسرائيلية في عام 1982 وتعرضت مدن مثل صور في جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية لأضرار بالغة حينذاك. بدأت الحرب لتشريد السكان ناهيك عن الحياة الثقافية والترفيهية. في عام 1988 اضطرت سينما ريفولي والعديد من دور السينما للإغلاق، ومنذ ذلك الحين السينما في لبنان ولم تتعافى حتى الآن، كما أغلقت العديد من دور السينما مثل ريفولي وتم نسيانها. قال قاسم إن والده كان يعمل في سينما ريفولي، مشيرا أنه وعائلته لديهم مشاعر عميقة لهذه السينما، وإصلاح ما دمرته الحرب في السينما هو حلمهم. وبي كمان كان يصلح الاعطال بالمكنات، كان هو يصلح اعطال الكهرباء، فكان هو كهربجي، فكان عندهم هالعلاقه وهالحب للسينما، وكان بي يحلم لما انا درست مسرح انه يرجع يعمل هذا المشروع بمدينه صور. لما بلشت اعمل هذا المشروع لقيته هو حلم لمدينتي، كونه ما فيها سينما ما فيها مسرح. اخذ قاسم قرضا من البنك ليتمكن من البدء بالمشروع، والعمال الذين يقومون بتجديد السينما هم متطوعون لا ياخذون اي راتب، وهم الان يعتمدون على المساهمة المادية من الأشخاص المهتمين بمثل هذه المشاريع، لكن حتى الآن ليس هناك أي مساهمة جدية. المصارف والبنوك الموجودة في جنوب لبنان ما بتساهم مثل ما بتساهم ببيروت، يعني هذه مشكلة المركزية الثقافية. بعد ما آمنوا فعلا أنه يؤمنوا أنه يساهموا بالمناطق والقرى المهمشة ثقافيا، لأنه في لبنان المشكلة أنه المركزية الثقافية كل شيء مرتكز على بيروت كأنشطة مسرحية أو سينمائية أو موسيقية. نحن جينا نغير هذه الصورة ونكسر هذه المركزية ويكون فعلا بالجنوب في ثقافة. وقال قاسم أنه بعد الانتهاء من إعادة بناء السينما ستستضيف مهرجانات وأفلام ومسارح وورش عمل، حيث يأمل التمكن من خلال جهوده الخاصة من إعادة بناء الصناعات الثقافية في جنوب لبنان.